الفصل السابع، الهوية الجنسية. الناس متشابهون أكثر من كونهم مختلفين. تبدو خطوط الانقسام في الحضارة الحديثة بلا نهاية. نحن نرتب أنفسنا عن طيب خاطر حسب لون الشعر ولون البشرة وما نأكله وما نرتديه ومن نعبد ومع من ننام واللغة التي نتحدث بها وأي جانب من الحدود نعيش عليه وما إلى ذلك. في الكون علماء الفيزياء الفلكية ليس غرباء عن هذا التمرين. تعبر المادة والطاقة عن نفسها عبر نطاق مذهل من الخصائص التي تشمل مقاييس الحجم ودرجة الحرارة والكثافة والموقع والسرعة والدوران. في بعض الحالات تنقسم الطبيعة بشكل واضح إلى فئات يمكننا تحديدها بشكل لا لبس فيه، مثلما إذا كانت المادة صلبة أو سائلة أو غازية، ربما لم تكن مرتبكا أبدا في حياتك بشأن أي واحد منها. على الرغم من أن هذه الفروق لها مشاكل، ربما سمعت حتى لو لم تكن من سكان المنطقة الزمنية الجبلية في الولايات المتحدة أنه في المرتفعات العالية يجب عليك زيادة أوقات الطهي للتعويض عن انخفاض ضغط الهواء هناك. لكن نادرا ما يخبرك أي شخص لماذا درجة حرارة غليان السائل ليست ثابتة عامة. يعتمد ذلك على ضغط الهواء الذي يضغط على سطح السائل. إذا قللت من ضغط الهواء على الماء فسوف يغلي بدرجة حرارة منخفضة، مما يجبرك على طهي الطعام لفترة أطول لمجرد التعويض. استمر في خفض ضغط الهواء وستستمر في خفض درجة الغليان. إذا خفضت ضغط الهواء إلى ما دون المستوى الذي ستختنق فيه وتموت، فهناك ضغط ودرجة حرارة يغلي الماء بسببهما أثناء تجميده. في ظل هذه الظروف السحرية تتعايش جميع أشكال الماء الصلبة والسائلة والغازية بسعادة فيما يسمى بشكل معقول بالنقطة الثلاثية للماء. يحدث أن تلبي مساحات شاسعة من سطح المريخ هذه الشروط. لذا فإن السؤال اقتباس: ما هي حالة الماء عند النقطة الثلاثية؟ هل هي صلبة أم سائلة أم غازية؟ نهاية الاقتباس. لديه إجابة بسيطة: نعم، الثلاثة في وقت واحد. رد غريب ولكن دقيق، يكون منطقيا تماما إذا خففت الرغبة في تجزئة كل شيء من حولك. من الواضح أن المطالبة باحتواء الأجسام والأشياء والأفكار في فئات مرتبة عميقة وتنبع من عدم القدرة على التعامل مع الغموض. هل أنت معنا أم ضدنا؟ ربما تكون الإجابة في مكان ما بينهما أو في كل مكان بينهما. نحن نحاربها بكل قوتنا. ازدواجية المادة المموجية السيئة السمعة هي مزعجة للكثير من الناس. لم ينتشر مصطلح وافيكل الموج جزيئي أبدا، ربما كان ينبغي أن تكون كذلك. يأخذ النحيب شكلا، أيهما؟ يجب أن يكون هذا أو ذاك، يجب أن أعلم. الجواب البسيط هو أن المادة تتجلى في صورة موجات وجسيمات. أنت تجاوز الصدمة. هل قط شرودنجر سيء السمعة؟ الهامش 144. ميت أم حي في الصندوق المغلق؟ إذا فتحت الصندوق فستكتشف أن القطة إما ميتة أو حية، ومع ذلك تخبرنا فيزياء الكم أنه إذا لم تفتح الصندوق فإن القطة ستظل حية وميتة في نفس الوقت. تجاوز هذا أيضا، الطبيعة لا تحمل أي التزام لاستيعاب قدرتنا المحدودة على تفسير الواقع. قطة في صندوق هي مجرد البداية، بينما تقرأ هذا يتم اختراع الحوسبة الكمومية، نوع جديد من الدوائر يحتضن الشكوك الإحصائية والغموض الثنائي لمشاكل الحياة الحقيقية في هذا العالم. في الحوسبة الكلاسيكية تستغل جميع العمليات الحسابية وجميع البيانات، ما إذا كانت قيمة البت تساوي 0 0 أو 1. نعم،
كلها إما صفرات أو واحدات. إن كوننا في تقنية المعلومات هو ثنائي تستخدم الحوسبة الكمومية بدلا من ذلك كيوبيتس الكيوبيتات. يمكن أن يكون الكيوبيت صفر أو واحد تماما مثل ابن عمه الكلاسيكي، ولكن يمكن أن يكون الكيوبيت أيضا مزيجا مستمرا من صفر أو واحد، القليل من صفر والكثير من واحد، الكثير من صفر وقليلا من واحد، كميات متساوية من كليهما وكل شيء بينهما. في الحديث الكمي نسمي هذا تراكب الحالتين. إن عدم معرفة ما إذا كان الكيوبيت هو صفر أو واحد ليس عيبا في الحوسبة الكمومية، إنها ميزة مرغوبة تتحدى أدمغتنا الثنائية لاحتضانها. في الكون يمكن أن تكون حقيقة أو أكثر متناقضتين ظاهريا صحيحتين في وقت واحد. ماذا عن الأرض؟ هل يمكنك أن تكون ذكرا وأنثى أو لا تكون أيا منهما؟ هل يمكنك التنقل بسلاسة بين كونك رجلا وامرأة؟ هل تفضيلك الجنسي سائر أيضا؟ ربما نحن جميعا كيوبيتات ذكر أنثوية. يصعب على بعض الناس استيعاب مثل هذه الأسئلة، وهي جزء لا يتجزأ من ثقافة ترى العالم كمشهد من الفئات الجامدة حيث يجب أن تكون الأشياء واحدة أو أخرى ولا تقع في سلسلة متصلة. يقدم تحليل الألوان نظرة ثاقبة. من أجل البساطة والراحة نتحدث عن ألوان قوس قزح السبعة. الألوان السبعة للطيف الشمسي المرئي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. يمكنك تذكر التسلسل لأن أحرفهم الأولية تجعل الاسم المختصر لشخص يسمى روي جي بيف. روي جي بيف. نحن نحتضن هذه الألوان السبعة وأحيانا نتجاهل اللون النيلي غير المستحق ونترك ستة، كما هو الحال في طاووس قناة NBC الحديث والمنمق، وفي علم مجتمع المثليين LGBT التقليدي ما لا يكاد أي شخص يتحدث عنه، ولكن ما يعرفه علماء الفيزياء الفلكية بعمق هو أن الألوان من الأحمر إلى البنفسجي تقع في سلسلة متصلة إذا امتلكنا حدة البصر والمفردات المصاحبة لوصفها. فيمكننا تحديد آلاف الألوان ودرجاتها ومزجها بسلاسة. لا توجد حدود واضحة يمكن العثور عليها في أي مكان. تشكل ألوان الضوء سلسلة مستمرة من الأطوال الموجية والتي تتعقب أيضا الطاقة والتردد. عندما يتحدث علماء الفيزياء الفلكية عن لون جسم ما يمكننا القيام بذلك بدقة عالية بالإشارة إلى أطوال موجية محددة من الضوء دون استدعاء فئات الألوان الخشنة التي يشيع استخدامها. قائمة الحروف التي يمثلها علم قوس قزح حاليا هي زائد LGBTQ المثليات والمثليون ومزدوجو الميول الجنسية والمتحولين جنسيا والمثليين وغيرهم ممن لديهم هويات جنسية وجنسية غير مطابقة. من بين هذه الكلمات كانت مثلي وشاذ في وقت من الأوقات تحقيرا. استعاد المجتمع والحركة المرتبطة به الكلمتين وأزال القوة التي كان يمارسها الظالمون عندما يتسلحون بهذه الكلمات على ألسنتهم. في آخر إحصاء هناك ما لا يقل عن 17 تعيينا غير مطابق الهامش 145، كل منها يحدد زملائه البشر الذين ليسوا من جنسين مختلفين ويشير بحد ذاته إلى الشخص الذي تتوافق هويته الداخلية وجنسه مع الجنس المحدد له ويفضل التزاوج من الجنس المعاكس. هذه الصورة هي في الأساس كل ما رأيناه في سرد القصص في الأفلام والتلفزيون لمعظم القرن العشرين. أولئك الذين لم يتناسبوا مع القالب لم يكونوا مجرد شخصيات أخرى تصادف وجودها في القصة،
وبدلا من ذلك تم التمييز ضدهم بطرق الإساءة الكوميدية أو اللفظية أو الجسدية في نسخة عام 1961 من فيلم West Side Story الهامش 146. يريد طفل اسمه أنيباديز أن يكون جزءا من عصابة جيتس للأولاد. لديها شعر قصير، لديها وجه قذر، إنها شجاعة، إنها مستعدة للقتال، ترتدي البنطال. لا يوجد شيء لذيذ في هذا النموذج البدائي تومبوي للفتاة الغلامية. لا، لن يسمحوا لها بالانضمام إلى عصابة الجيتس لأنها فتاة. إذا لم تكن فتاة فأنت فتاة. حوار قصير مع ريف زعيم عصابة الجيتس إلى جانب أيراب وأعضاء العصابة الآخرين تحوي صيغة الرفض. ريف: ليس أنت، أنيباديز، أخرجي من هنا. أنيباديز: آه. ريف: يجب أن تدعني في العصابة، أنا قاتل، أريد القتال. أيراب: وإلا كيف ستجعل الرجل يلمسها؟ ريف: تعالي الطريق أيتها الفتاة الصغيرة، الطريق، عصابة الجيتس، غادري. نهاية الاقتباس. يقول المؤلف: كان العالم ثنائيا تماما في ذلك الوقت، على الرغم من أننا جميعا عرفنا ورأينا أشخاصا من حولنا، إن لم يكن أنفسنا ممن لم ينسجم. هذا الشيء المتعلق بماهية الصبي والفتاة له جذور عميقة. ربما تكون قد خمنت أن الكتاب المقدس لديه آية حول هذا الموضوع، سفر التثنية الفصل 22 الآية 5. اقتباس: لا يكن متاع رجل على امرأة، ولا يلبس رجل ثوب امرأة، لأن كل من يعمل ذلك مكروه لدى الرب إلهك. نهاية الاقتباس. ملاحظة: مثل هذه النصوص موجودة بكثرة في الإسلام أيضا، كالحديث: لعن الله المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. فهذه النصوص موجودة في الإسلام أيضا. يقول المؤلف: من الواضح أن خالق الكون يهتم باختياراتك في خزانة الملابس. أدينة جان دارك، وهي روح شبيهة بأنيباديز، في عام 1431 خلال محاكمة تم تداولها بارتكابها وإصرارها على ارتداء ملابس الرجال كأحدى الجرائم البدعية التي أدت إلى حرقها على الخازوق الهامش 147. إن الرغبة في تصنيف وإنشاء الآخر بين علامتي اقتباس قوية، ربما لأنه من الصعب التفكير فيما إذا كانت سلسلة متصلة تربطك بهذا الشخص أو بأي شخص آخر تعتبره مختلفا عنك. علم الإحياء نفسه لن ينقذك من هذا. إن ثنائية الجنس المفترضة في الطبيعة مبالغ فيها وتنتشر مع استثناءات، ليس فقط في أنفسنا ولكن أيضا في بقية المملكة الحيوانية الهامش 148. يقول المؤلف: في أحد أيام الشتاء الباردة في مترو أنفاق مدينة نيويورك، لاحظت أن كل من كان جالسا مجموعة متنوعة نموذجية تذهب إلى العمل في الصباح. كنا جميعا نرتدي ملابس خارجية منتفخة ودافئة ومظلمة، لذلك لم يكن شكل جسم أي شخص واضحا تحت معاطفهم. كل ما يمكن أن تراه من أي شخص هو رأسه. لاحظ أيضا أن طول أرجلنا يحمل تقريبا كل فرق الارتفاع بين البشر. عند الجلوس نكون جميعا على نفس الارتفاع تقريبا، وهذا هو سبب ضبط مقاعد السائق في السيارة للأمام والخلف بمدى أكبر بكثير مما يمكن ضبطه لأعلى ولأسفل لو وجد أصلا. ثم أعطيت نفسي اختبارا جنسانيا: هل يمكنني تحديد من قدم على أنه ذكر ومن قدم على أنه أنثى فقط من وجوههم؟ لقد كان سهلا، حتى بعد إزالة تلك الرؤوس الواضحة بشعر الوجه والصلع الذكوري من العينة. ما أشرت إليه هو المعايير المجتمعية لما يجب أن يبدو عليه الذكور والإناث من الرقبة إلى أعلى. بالنسبة لتلك العينة كانت البيانات ثنائية
كانت النساء في المتوسط يرتدين شعرا أطول، كانوا أكثر عرضة لارتداء الأقراط، وإذا فعلوا كانت الأقراط أكبر. حواجبهن ملوية، كانوا أكثر عرضة لارتداء مكياج مرئيا مثل محدد العيون ومستحضرات التجميل والحمرة وأحمر الشفاه، كانوا أكثر عرضة لارتداء المجوهرات المرئية مثل القلائد وخواتم الأصابع التعبيرية والأساور، وكانت أيديهن أكثر عرضة لطلاء الأظافر. بالطبع أظهر بعض الرجال بعض هذه الميزات، لكن بالنظر إلى جميع العوامل كان من الواضح من هم الأولاد ومن هن الفتيات. كان ذلك عندما أدركت 100% من تلميحي كان على الميزات الثانوية والثالثية، جميع التركيبات المجتمعية. ثم تخيلت بعناية كل شخص في متر الأنفاق بدون مثل هذه الزينة، مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة. عند القيام بذلك لم أتمكن من التمييز بين ميولهم الجنسية، هل كان هناك وجه أنثوي عادي أو وجه على شكل رجل يكشف عن جنسهم لي؟ الأنف، الجبين، عظام الوجنتين، خط الفك، الشفتين، الفم، لا توجد اتجاهات يمكن العثور عليها. عند قراءة الأدبيات ذات الصلة وجدت تعليقات مفادها أن الرجال يمتلكون فكا وحاجبا ذكوريا مميزا مقارنة بالنساء، الهامش 149، مع الملاحظات المصاحبة مثله: إذا كانت المرأة تتمتع بهذه الميزات فهي ببساطة ذات وجه ذكوري، وإذا كان الرجل لديه ملامح وجه ناعمة فهو أنثوي. كان بإمكانهم بدلا من ذلك أن يعلنوا أن نطاق وجوه جميع الأشخاص يشتمل على سمات ناعمة ومميزة على حد سواء دون تحديد جنسهم. كان ذلك عندما حسبت الاستثمارات الهائلة التي نقوم بها جميعا في التعبير عن تصنيف الجنس. هل تريد أن تبدو أكثر كرجل؟ ربما تربي شاربا أو لحية، لكن بالتأكيد قم بزيارة صالة الألعاب الرياضية وقم ببناء بعض العضلات. اشتري الملابس فقط من قسم الرجال في المتاجر الكبرى. لقد فكر مصممو الأزياء بالفعل في هذا الأمر من أجلك. اختر الملابس التي تكشف عن لياقتك البدنية الجديدة. تريد أن تبدو أكثر كامرأة، قم بإزالة الشعر من فوق شفتك وبين حاجبيك وأعلى وأسفل ساقيك والأماكن الأخرى التي قد تحددها، لأن الجميع يعرف أن الرجال مشعرون والنساء لسن كذلك. الصدور ليست كبيرة بما يكفي، هذه مهمة لأن الرجال ليس لديهم أذى والنساء لديهن ثديان، فلماذا لا تعزز هذه السمات؟ ارتدي حمالات الصدر التي تبرز ما لديك أو تزيد من حجمها جراحيا كما تفعل أكثر من 200,000 امرأة سنويا في الولايات المتحدة، الهامش 150. اشتري الملابس فقط من القسم النسائي في المتجر متعدد الأقسام. إنهم يعرفون بالتأكيد الشكل الذي من المفترض أن تبدو عليه. بدون هذه الأدوات والمعايير الاجتماعية المتاحة لنا وبدون استثمارنا اليومي في التعبير عن النوع الاجتماعي، ما مدى اختلافنا حقا عن بعضنا البعض؟ إلى أي مدى سنصبح جميعا ثنائي الجنس؟ مع أو بدون معطف، صدق أو لا تصدق، حيوان الرنة التابع لبابا نويل يبسط المشكلة. على عكس أنواع الغزلان الأخرى تنمو قرون لدى ذكور وإناث الرنة، لذا في نظرة خاطفة تبدو جميعها متشابهة، لكن من الناحية المتعلقة بعلم الحيوان تفقد كل ذكور الرنة قرونها في أواخر الخريف قبل عيد الميلاد بفترة طويلة، الهامش 151. على الرغم من أسمائها بعضها فقط أنثوي، والهامش 152، جميع حيوانات الرنة الخاصة ببابا نويل لها قرون، لذا فكلهن إناث، مما يعني أن رودولف قد تم تذكيره خطأ. نحن نميل إلى تصنيف المعلومات حتى عندما يتم منحنا وعيا مسبقا كاملا
بأن الميزات المهمة مستمرة ولا تصلح للفرز البسيط. فكر في مقياس سافير سيمسون الذي يقسم الأعاصير إلى 5 فئات. الهامش 153، ليس 3، ليس 9، لا 20، مع وجود حدود حادة بينهما تقاس بسرعة الرياح المستمرة. وإليك هذه القائمة. أي شيء سحري حول هذه الحدود ليس بالتمام، فهي ليست حتى أرقاما مقربة عند تحويلها إلى مقياس. نفذ هيربرت سافير مهندس إنشائي وروبرت سيمسون عالم الأرصاد الجوية المقياس في عام 1973، ربطوا بين سرعة الرياح والأضرار الهيكلية التي لحقت بالمنازل والمباني في ذلك الوقت. حتى يومنا هذا ينتظر المتنبئون بالطقس بترقب كبير عندما تزداد شدة الإعصار أو تتقلص من فئة إلى أخرى. تعتبر هذه الترقية بمثابة أخبار عاجلة. سيقدم خبراء الإرصاد الجوي على النحو الواجب اقتباس قوة إعصار هيلدا من تصنيف 3 إلى تصنيف 4، نهاية الاقتباس. ولكن نادرا ما يقول اقتباس لقد تعزز إعصار هيلدا من المستوى المنخفض من المستوى 3 إلى المستوى المرتفع من المستوى 3، نهاية الاقتباس. هناك فرق بين الإعصار الضعيف والقوي من الفئة 3 أكثر من الفرق بين الإعصار القوي من الفئة 3 والإعصار الضعيف من الفئة 4. ومع ذلك فقدنا هذا التمييز لأننا ألقينا بقوة الإعصار في 5 صناديق فقط. لا ضرر هنا، بخلاف تقديم المزيد من الأدلة على أن أدمغتنا لا تعمل بشكل جيد في سلسلة متصلة، مفضلين بدلا من ذلك تصنيف فئات لا توفرها الطبيعة نفسها. كم عدد من الفئات هو الرقم الصحيح؟ هل هذا هو السؤال الصحيح؟ الكون واسع ومتنوع، مما يجبر العلماء يوميا على مواجهة واستيعاب وقياس وتحليل تنوع كل ما هو موجود. بصفتي عالم فيزياء فلكية اعتنقت بسهولة عالم قوس قزح ذي الـ6 ألوان كرمز كامل للطيف الممثل لجميع البشر. تحتوي الإصدارات الجديدة من العلم على ألوان أكثر، الهامش 154، تستدعي الانتباه الصريح إلى مجموعات إضافية غير معترف بها سابقا وغير متوافقة. هذا يحول العلم من رمز الطيف المستمر إلى تمثيل المجموعات المنفصلة. في يوم من الأيام قد نكتشف أو نؤكد عدم وجود فئات منفصلة على الإطلاق، حيث يتكشف الكون الجنساني متعدد الأبعاد على طول سلسلة متصلة مثل الألوان الموجودة في ضوء الشمس. سيخفف هذا بشكل كبير من قوة المتعصبين المعادين للمثليين والمتحولين جنسيا لإعلان أنهم منفصلون ومتميزون بطريقة ما عن الأعضاء الآخرين من جنسهم. كثير من الناس الذين يدافعون عن حرياتنا العزيزة كمواطنين في الولايات المتحدة سوف يجادلون ضد الأقنعة الإلزامية وقوانين الخوذات وقوانين الأسلحة وأحزمة الأمان وضد أي شيء آخر يقيد الشخص من عيش الحياة بالطريقة التي يريدها. من الغريب أن العديد من هؤلاء الأشخاص أنفسهم سيحتفظون أو يسعون إلى قوانين لتقييد التعبير الحر لشخص آخر عن هويتهم الجنسية، الهامش 155. ومع ذلك قرأت في مكان ما أن الحياة والحرية كانتا أساسيتين لأمريكا. تجربة أساسية بدأت عام 1776 في كيف تكون دولة. قرأت في مكان ما أن السعي وراء السعادة أمر يستحق القتال من أجله. قرأت في مكان ما أن الولايات المتحدة كانت أرض الحرية. لا يمكن أن يكون أي من هذا صحيحا ما لم يتبنى اللاعبون في هذه التجربة التفكير العقلاني بالارتقاء فوق أنفسهم والنظر إلى الوراء ليروا النفاق الذي يصيب أفكارهم وقراراتهم. تخيل مدى حرية العالم إذا أقسمنا جميعا قسم
بين علامتي اقتباس المنافق. استخدم المؤلف كلمة hypocritic، وهذا تعليق من عندي، التي تعني نفاق، وتشبه تعبير hypocritic oath التي تعني قسم أبقراط كتورية لغوية. نهاية الملاحظة. يقول المؤلف: لن أدعي أبدا أن لدي معايير أو معتقدات أخلاقية لا يتوافق سلوكي معها. إلى اللقاء في الفصل الثامن.